رجعنا لكم فيديو جديد. دلوقتي هنلعب مودرن سترايك اونلاين الجزء الثاني. انا لحد دلوقتي يا جماعه لسه جاي بسلاح اللي هو الماشين جن بقول لكم اتش كي ام جي 4. ده سلاح قوي جدا وما اقولكوش ده يعني ايه. هقول لكم بس اوريكم قوته بس لما اخش الماتش هوريكم قوته عامل ازاي. يلا بينا. ادرينالين ايطالي. اوه ده اول مره احارب هنا ايطاليا ايطالي. طيب حتى المباني السلاح هو ده السلاح. اوه ابلع اهو بص قوته اهو. انا حتى موتت التيم كله في ثانيه. ها تعالوا لي انتوا تقدروش تحاربوا ياسين المحترف. انا بقيت محترف بسبب السلاح الجامد اللي معايا ده. السلاح بجد انا ما اقولكوش جامد ازاي. ثانيه بقى تعال تعال. انت بترقص مين يلا؟ انتوا بتحاولوا تستخبوا. ما تلاقوش انا معاكم الحمد لله. ما تلاقوش ياسين المحترف معاكم. ما تلاقوش. انتوا ساعات ممكن تاخدوا ذهب من الاعداء ساعات. انا لسه واخد كوينز اهو. هو الكوينز ده هو هو الدهب. ثانيه يا لهوي انا محتاج استخبى عشان اعمر بجد. يا لهوي يا نهار اسود. ايوه تعال كويس ان التلج هنا مش بيعمل حاجه. ايه ده هو طال السنايبر كمان بيزيد. ده انا حتى مش ماسك السنايبر اساسا. انا حاطط فيه سكوب السنايبر. ماشي يا جماعه الماشين جون اللي معايا دي انا حاطط فيها سكوب السنايبر. بس هو سكوب بصوا لما كانه تبصوا فيه اقول لكم الفرق. اه نفس الحاجه نفس الحاجه بس يعني الزوم يعني احسن شويه. اوبس مش مشكله في ناس قتلوني بقنبله ما تقلقوش. اوه لا 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 انا موتت واحد بقنبله وانا مش واخد بالي. تعالوا لي ناخد طلقكم. خد دي امسك بيو. لا عايز استخبى و ربي دم. حاول نكسب يا رب. بجد محترف محترف محترف. بقيت بجد محترف يا جماعة. لا لازم اعمر كده. لا انا انتحرت تقريبا عشان التلج اللي كان موجود ده. انا هحاول احوش الذهب عشان اقدر اجيب الدرام الكارتريج درام. الكارتريج درام ديت اللي هي الخزنة الزيادة اللي فيها الطلق الزيادة يعني اللي فيها طلقة اكتر يعني اقصد لونج شوت. تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي. يا لهوي ده انا كنت هموت ده في اخر لحظه. يلا تعال 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 بيو اهو. يلا تعال مولتي كيل. الله هي مولتي كيل اخرها هي الكلات الاكتر اخرها اربع اشخاص مش خمس اشخاص. كده كانت بتيت الاربع اشخاص الحمد لله كسبنا. اوه بصوا انا دخلت اللعبه بالاسم ده. بعد ما حسابي رجع انا دخلت بالاسم ده اودز اوريون ده اهو. جرينيت كيل اهي يعني القتل بالقنبله. انا موتت واحد بقنبلة وانا مش واخد بالي. بس انا بعد ما اخلص الفيديو هوريها لكم هوريكم نقاطي في البروفايل. ثانية هوريكم نقاطي في البروفايل. ثانية لو اقول لكم هوريكم نقاط السلاح بس اولا عشان اقول لكم هو جامد قد ايه. هو حتى بصوا هقارنه ما بين ما بينه هو
الفاير ريت بتاع الماشين جان الجديد اضعف، لكن الدمج اقول لكم الفرق، الدمج اقوى والديسبرجن 12 والديسبرجن عند السكار اتش 6 والامو 100 والديستانس 30 والديستانس برضو هنا 30. يعني السلاح الجديد اللي انا لسه شاريه دوت اقوى، متعادل مع السلاح القديم بتاعي مش في شوية حاجات. انا كده بقدر اصطاد كل الناس بالسلاح اللي معايا ده. انا ما اقولكوش يا جماعه السلاح ده ايه، يعني هتحبوه جدا. هو نفس قوه اليوزي، بس هو بالنسبه لي، لا هو بالنسبه لي الماشين جن دوت احسن. هو اليوزي برضو ماشين جن برضو، بس اس ام جي صب ماشين جن مش لايت. اللي معايا دوت لايت، الاتش ام جي بقى مش متسجلين هنا. ثانية بقى عشان ممكن الاقي لكم ناس هنا. في واحدة تروس بيلت، تعالي مستني لغاية ما اموت كل الناس وبعد كده اخد الطلب. تارجت ديتكتد، الحمد لله خطيرة. فين اللي كان بيضربني ده؟ الحمد لله. يا لهوي على كل الكلات دي، مولتي كيل. مش هو تقريبا التيم بحاله، انا مش عارف هو بيتكون من كام شخص. ناس كتير عماله تهاجمني، فين الناس؟ تعالوا تعالوا بيو. مش مشكلة، احنا كسبين 43 37. حلو، يعني الفريق الازرق يا جماعة مش الاحمر، ماشي؟ احنا بالنسبة للفريق الاحمر احمر اصلا، احنا بالنسبة لهم الاعداء وهم بالنسبة لنا اعداء. انتوا العلب اللي عليها نقط رصاص او كلمة امو ديت معناها العلب اللي فيها طلق. ملناش دعوة بقى بموبايل موبايل بيرن دوت عشان بعمل الفيديو، وده يحتاج نت. فين بقى؟ ها؟ في واحد كمان، واحد كمان. مش مشكلة، هي واحد هو دوت اللي قتلني، مش مشكلة، احنا كسبانين لسه. ما تلاقوش، أنا معاكم، ما تلاقوش. الله، بموت ناس كتير. انا فين الناس اللي بترمي عليها القنابل دي؟ انا بقيت محترف فعلا جدا يا جماعه في اللعبه دي، بجد بقيت محترف. مش ممكن يعني اقول لكم ان انا محترف قد ايه، بسبب السلاح ده بقيت محترف بجد. بقيت ارقص كل الناس عشان ما يقدروش يموتوني، وحاجة حالة يعني. فين؟ مش مشكلة، مش مشكلة يا جماعة، هو النت بس اللي فصل، مش مشكلة. انا ممكن كده هعمل كونكت، كده اعمل كونكت بسرعة وبعد كده اخش جيم كمان. بس عامل كونكت في السيتنج وبعد كده ارجع اللعبة تاني. كونكتد وذاوت انترنت، لا اطفي الواي فاي واشغله تاني. معلش بس كان في حد يتكلم، معلش. انا شغلت الايربلين مود على موبايل باباي. يلا ديسكفرابل، يلا ديسكفرابل، يا رب بقى يوصل. وصل
كونكت. يلا يلا كونكت. برضو مش عامل. خلاص خلاص وان كونكشن هتظهر دلوقتي. لسه 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 استنى شوية. انا نفسي اعرف وان كونكشن دي هتظهر امتى بجد، عشان انا زهقت من توصيل النت ده. زي ما انتوا عارفين اللعبة دي بتشتغل بنت، زي ما انتوا عارفين تقريبا الهوت سبوت مش شغال، مش كده؟ الباقة عند بابايا تقريبا خلصت. وكاتب ديسكفرابل. الحمد لله دي هيعمل كونكتنج. يا رب يا رب يعمل كونكتنج. يا رب كونكتد. يا رب اكتب كونكتد بس، اكتب كونكتد بس. تشيكن نيكول. الحمد لله. يلا نخش جيم كمان. او لا مش مشكله مش مشكله، احنا مالناش دعوه. نطلع نخرج يلا. هو بس حصل حاجه في النت. نخرج ندخل بقى جيم. ونستنى بطولة محمود. لا احنا مالناش دعوة، مالناش دعوة بقى. موبايل بابايا البيرن زي ما انا قلت. هطلع السلم بس واستنى الناس. انا اصلا مش محتاج السنايبر اعتقد. اه يلا يا عم تكسر. فين اللي بيضربوني دول؟ انا عايز اعبي دم قبل ما واحد فيهم يمسكني. انا عايز انزل لهم بقى. انا مش مستخدم مصنوع ضربات يعني. مش مستخدم السنايبر. I am not using the sniper. Tango in my sight. ها تعال تعال انت وهو دبل كيل. صح ده الجون دي حتى بيقول برا او زي ما انتوا سمعتوا. نفسي اعرف التلج ده بيجي منين. نفسي اعرف. هو مش مشكلة، هو بس التلج بس اللي بيجي. انا مش عارف بقى التلج ده بيجي ازاي. لو اقول لكم لا انا مش رايح عند الشباك تاني. مش مشكلة، هو اللي وراها هو اللي ورايا اللي قتلني. انا كنت بس بهاجم اللي قدامي، لكن اللي وراه هو اللي قتلني. ما دور بس على باقي الاعداء. تحسوا ان انا مستخدم سنايبر اوتوماتيك، تخيلوا، بسبب السكوب الجامد ده. مين تاني؟ ما اكيد بيجوا من هنا انا متاكد. ها في واحد كمان. تعال 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 تعال. مستلم طلقك بس سريعا. مستني بقى يجي منك طلق. لسه الاولى ميت. انا نفسي اعرف اصلا التلج ده بيجي منين. نفسي اعرف. موتته الحمد لله، بس انا عايز اعرف بقى الطلق بتاعه فين عشان عايز اخد الطلق. اه ناس كتيرة ميتة هنا في الحرب. في مشكلة تقريبا في النت تقريبا يعني اعتقد. روم نوت فاوند. هو بيكتب كده على اساس ان مفيش نت. احنا ملناش دعوه، احنا هنلعب يعني هنلعب. يا رب بقى نلحق نخلص الماتش دوت قبل ما يكتب لي ايرور تاني. يا رب استر.
بسر بقى الاعداء يقول اني تانجو ان ماي سايت دبل كيل صح فين دول مش مشكلة ما هو ده اللي قتلني عشان كنت بهاجم باقي الناس احنا مالناش دعوة معلش بس عشان بنت خالي بس كانت بتتكلم فمش مشكلة يا جماعة مش مشكلة ها فين ده انا عايز الحق اخلص الجيم ده عشان انا يعني عايز اعبي دم مش مشكلة نلحق بس نكسب الجيم هي اسيست هي دبل كيل صح؟ اه فضل واحد بس وتتحسب تريبل كيل بس انا يعني لسه ما اتحسبتش هي اصلا تقريبا مش راضية هو النت تقريبا هو اللي فيه مشكلة خلاص يا جماعة يبقى دوت الفيديو ومع السلامة.